ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. ذكر مصدر محلي أن حادثة سير مرورية على مستوى الطريق الرابطة بين مدينتي تيفلت وسيدي علال البحراوي تسببت زوال أمس الخميس في مصرع 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين إصابات متفاوتة الخطورة. وأوضح المصدر أن الحادث وقع إثر تصادم سيارة من نوع بيكوب وحافلة لنقل المسافرين، ما أدى إلى تحطم السيارة بالكامل وانقلاب الحافلة، فيما لا تزال الأسباب المؤدية إلى وقوع هذا التصادم غير معروفة. وتم نقل المصابين لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية بالمستشفى، في حين تم نقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات، فإنا لله وإنا إليه راجعون.